في مشروع الموازنة اللي عرض علينا دكتور يوسف بطرس خياري في مجلس الشورى من ايام، هتجد ان الاستثمار الحكومي في السنة اللي جاية هيقل عن قبلها، مش يزيد يقل. طب بعدين ايه السبب يا دكتور؟ الظروف الاقتصادية والظروف المالية هي اللي حكمت. ده المفروض انا طبعا اسف لان ده خارج السياق. لا تفضل. لكن ده على عكس تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي والحكومة ان خلاص بقى هناخد ثمار الاصلاح الاقتصادي والاستثمار، وبقى دلوقتي في فائض في رؤوس الاموال. الثمار تمام، الثمار هي تيجي دلوقتي ويقول انا هقلل كمان اللي هخصصه لمشروعات البنية الاساسية. ما هو انت بتقلله من ناحية اللي هي الحكومة بتزوده من القطاع الخاص، عشان كده بتعوض هذا النقص، لانك انت عايز تزود الاجور. سيادة الرئيس على 10% حتى مش 7%، تمام؟ فدي مبلغ كبير. الدعم مش هتلغي الدعم، كان في تفكير مش عارف ايه، لا الدعم موجود، وكل واحده من دول يعني الاجور بتزيد عن 100 مليار، الدعم بيزيد عن 100 مليار، فانت بتبقي هذه مزايا للمواطن. وفي نظريه في الاقتصاد تقول لك ايه، تساقط ثمار التنميه. شوف التعبير حلو ازاي، يعني لما يكون عندك شجره والثمره بتنزل منها، كل واحد بيقطف حته، كل واحد بياخد حاجه. المفروض طبعا. فالمواطن بيشعر بهذا عن طريق معدل النمو. معدل النمو النهارده حوالي حاجه مش هتصدق، المؤسسات الدوليه، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي بيقول في وسط الازمه سنه 2009 ثلاث دول فقط في العالم اللي حققوا معدل نمو موجب: الصين والهند ومصر. ده شيء نفخر بيكم. موجب في ظل الازمه. تمام. هتعمل ايه في البنيه الاساسيه؟ دي النقطه الثانيه اللي هي لماذا الان؟ لان القروض زادت، الاقساط والفوائد زادت، الاعتمادات بتاعت البنيه الاساسيه قلت، فبنحاول نعوضها عشان المواطن ما يشعرش بنقص في مشروعات الميه والكهرباء والتعليم والعلاج. طيب. اخر نقطه، لماذا لم يفتح حوار؟ لا، فتح الحوار. يمكن الاعلام كان مقصر شويه ان هو ما عرضوش، يعني في الحزب الوطني اللي هو صاحب الفكره بتاعت هذا المشروع، احنا بندرسه من عده شهور، والصحافه بيحضروا معانا، ياسمين بيه، الصحافه المعارضه نفسهم بيحضروا كمان معانا، بس ما اعرفش يعني دي فكره ضخمه يا دكتور. والحوار اللي دار حواليه، يعني دلوقتي الناس اللي سمعنا ربما اغلبهم هيسمع بالفكره للمره الاولى. طب يعني خد بلاش الحزب الوطني، مجلس الشورى وفي معارضه وفي صحافه قاعده بقى لنا شهر بنناقش يعني قبل ان شهر. طب انا هقول لحضرتك حاجه تقصير الحاله دي بعد اذنك يا دكتور. هو مقصد الاستاذ سليمان، والحقيقه هو ده سؤال انا كنت يعني حابب ان انا اطرحه على حضراتكم. طبعا طبيعي ان الحزب جوه المطبخ السياسي بتاعه تتناقشوا فيه كتير، ممكن تقعدوا سنوات حتى، مش بيحصل، لكن احنا ما نعرفش عنه حاجه. احنا كاعلام او كراي عام ومجتمع مواطنين، ربما يكون في حاجات بتطبخ جوه الحزب في المطبخ السياسي لسنوات او لشهور لا نعلم عنها الا عند ظهورها. لكن هو المتفق عليه انه من اسرع مشاريع القوانين التي تم الموافقه عليها. في مشاريع قانون حضرتك عارف انها في الثلاجه، ويمكن ليه حوالي ساعتك بقى لها اربع دورات في الاستاذ سليمان معايا حوالي دخل امبارح طلع النهارده. حوالي حضرتك ليه؟ انت عارف ان في انتخابات السنه دي، وعايزين كانوا يخلصوه قبل الدوره ما تنتهي، لان خلاص اظن في شهر 6 الانتخابات، فناقص ايام وتنتهي دوره الشورى، والموازنه جايه في 1/7، فكان لازم ننتهي منه قبل هذا. طيب. لا بس ده يا دكتور مبرر يعني مع احترام لحضرتك غير كافي، لانه وهو مش هيبقى مقنع كمان للساده المشاهدين، لانه احنا عندنا الدوره بدات من امتى؟ الدوره البرلمانيه بدات من امتى؟ وكان يعني كان من المفترض ان هذا المشروع او مشروع القانون ده مشروع يخص كل مواطن من 80 مليون مصري، وبالتالي فكل مواطن من حقه ان يبدي رايه في هذا المشروع سواء بالموافقه او بالرفض او الاعتراض. فيعني تقديري انه هذا الموضوع لم يتعرض او لم يطرح للحوار الكافي في المجتمع، لانه والاسراع في اقراره وتحويله من مشروع قانون الى قانون من الممكن ان يؤدي فيما بعد الى ان يواجه اعتراضات، يواجه عقبات، يواجه مشاكل تؤدي الى انه لا يحقق المرجو منه في الاخر. لا، وانا اسف يا دكتور، كمان مش بس يواجه اعتراض، يعني انا هقول لحضرتك انا دوري دايما ان انا انقل راي الشارع. اتفضل. بيتقال دايما على الحاجات المرور سريعا ده ان الحكومه والحزب عايزين يسلقوه، عايزين يمرروا بسرعه. والله انت عارف ان ده اللي بيتقال في الشارع. ابدا. هو راح اللجنه الاقتصاديه في الشورى، ثم مجلس الشورى، ثم لجنه اقتصاديه في مجلس الشعب، ثم حاليا في مجلس الشعب، ودي بتاخد حوالي شهرين، والصحافه بتكتب والناس بتقول اراء، او ستك كصاحب لا يعني يعني قبل ما يصل مجلس الشورى، يعني قبل ما يوصل مجلس الشورى او مجلس الشعب، هناك حزب الوطني الحاكم وراح الحزب قبل كان ده. عليه ان هو يطرحه للناس، يقول للناس احنا بنفكر في كذا، ايه رايكم فيما. طيب خلينا نبص على الجانب الاخر علشان برضو ما نبقاش يعني متحيزين لطرف ضد طرف. طب ما هم ايه المانع يا استاذ سليمان؟ يعني في النهايه
هذه فكرة البعض يراها جيدة، والدكتور علي بخبراته الاقتصادية وخبراته السياسية شايف أن هذا هو المخرج الوحيد لتحسين الخدمات المقدمة للناس من خلال البنية الأساسية. طب ما سيبك بقى من موضوع التوقيت، وسيبك من موضوع انه تسلق ولا ما تسلقش، الحكومة عايزة تمرره ولا ما تمرروش، نخلص من الدورة نشوف مفيد ولا مش مفيد. يعني خلينا من الظواهر والقشور وخلينا في لب الموضوع، هل هذا هو الحل الوحيد ولا ده نوع من أنواع التحايل من الحكومة على مسؤولياتها الأساسية؟ هو نوع من الحلول يعني أو حل من الحلول، لكن مش الحل الوحيد ولا الحل المنجز اللي هو ممكن يؤدي إلى، يعني هل ده بشكل مؤقت هيؤدي إلى تحسن؟ لا، الحل البديل إيه بقى؟ مدام ده مش وحيد. لا يعني أصل الحكومة يعني في النهاية حاجة بتقول إن الموازنة اللي جاية هتبقى أقل من الموازنة الحالية ولا الاستثمارات أو الاستثمارات فيها الحكومية هديك الرقم بالظبط، هتبقى حوالي 34 مليار من 46 السنة اللي فاتت. يعني انخفاض الخدمات الموارد اللي انخفاضها إلى هذا الحد، إيه السبب؟ ما هو الربع تقريبا يعني انخفاض لهذا الحد ده مش مفهوم، ومش عايز اقول لحضرتك انه لا يعني اسمح لي ممكن اقول لك مفهوم ازاي. يعني انت بتزود الاجور 10% وانك انت مبقى دعم بالك انت بتزوده اكتر، الاقساط والفوائد اللي مصر ملتزمه بدفعه كل قسط وكل فوائد في ميعادها باليوم، ما انا بقول لك وصلت قد ايه 59% من ايرادات الموازنه اقساط وفوائد، ادي السبب. اولا يعني حضرتك النهارده في النقاش اللي دار في مجلس الشعب تبين كما يعني قيل، وشفنا الخلاف اللي حصل بين الدكتور زكريا عزم وبين الدكتور يوسف بطرس خالي حوالين هذا الموضوع، وتبين مثلا لا مش هذا الموضوع بيتكلم عن نقطه معلش تبعته، كان بيقول له انتوا قبل ما يطلع القانون يا دكتور يوسف انتوا رحتوا مشيتوا بعد ما انجلها بس ده خلاف بالموضوع اتصل الموضوع اتصل دي نقطه يجب ان يعني يسال فيها الدكتور يوسف بطرس غالي في فكره ان ازاي لسه مشروع بيناقش وهو ابرم عقود واتفاقات. هو طبعا يعني ده محتاج كلام فيه ممكن ارد عليها دي. الدكتور يوسف بطرس برر هذا بانه قانون انه اسند المشروعات المشروعين وفقا للقانون 89 للمزايدات والمناقصات، لكن ما هنا سؤال اخر، طب اذا كان القانون ده كافي فانت بتعمل مشروع قانون ليه؟ مش كافي. لا يعني لا دي نقطه مش كافي، دي نقطه مهمه. قانون المزايدات شو اسمه بيه؟ قانون المزايدات والمنقصات موجود ومطبق ولكن عن اشياء صغيره، يجي اعلان بيطلع في الجورنال يقول لك والله في مناقصه الحكومه عاملاها يتقدم فيها القطاع الخاص، اهو كان موجود النظام ده عشان يورد مثلا ايه كراريس للمدارس او يجي يطبع كتب، القطاع الخاص هو اللي بيطبع. طب القطاع الخاص مش القطاع العام من زمان طبقا لهذا القانون، بس دي عناصر مكمله يا دكتور، عناصر مكمله، عايزين بقى قانون شامل امبريلا كده مظله كبيره يعمل ما اقول. انت عارف حضرتك في نص في القانون بيقول ايه هنا؟ القانون معايا اهو 39 مليون، مفيش مشروع هيتم طبقا لهذا القانون يقل عن 100 مليون يقل. ده في بنود المشروع ده ممكن طبعًا يوصل 1000 مليون و2000 طيب مليون. طيب قبل ما نخش بما ان حضرتك حمتنا ليه بنود المشروع ودي فيها كلام كتير، بس هو سؤال زي ما حضرتك في الاول كده قلت لنا ايه هي مشاريع البنيه الاساسيه 1 2 3 4 وفضلتهم صح؟ اتفضل. هو السؤال بيساله المواطن العادي ليس خبيرا بالاقتصاد ولا السياسه ولا بالمسؤوليات الحكوميه، البنيه الاساسيه اليست هي مسؤوليه مباشره وكامله للحكومه ولا لا؟ مسؤوليه الحكومه، بس انا بقول ايه بقى مسؤوليه الحكومه اي بس مش مسؤوليه تمويلها من الحكومه، حكومه حره تمويلها بطرح هتمول، انما مهم انها توفرها للمواطن. اهم نقطه في القانون ان القطاع الخاص اللي هيجي يعمل محطه الكهرباء او الميه او الصرف الصحي ملوش دعوه بالمواطن، ما الناس خايفه من الحته دي يقول لك ده هيرفع سعر الكهرباء والميه، لا علاقته بالحكومه، هو انشا محطه الكهرباء، الكهرباء تولدت هيبيعها للحكومه بسعر متفق عليه والحكومه تديها للمواطن ان شاء الله يا رب ببلاش او مدعومه. طيب فالمواطن انا بقول له ما تخافش مش هترتفع الاسعار. طيب دي نقطه، هي الحكومه بتقول انا ضمن عدم ارتفاع الاسعار، بس هو استاذ سليمان يعني هو في النهايه لو حضرتك بتتكلم عن حقوق المواطن او ده مفيد ولا لا وده اللي همنا. طيب. اكيد هم الحكومه واكيد همنا وهم الاعلام والصحافه. انا كمواطن يهمني ايه؟ مش انا يهمني الحاجتين دول، ان الخدمه تحصل وتبقى احسن في مستواها والاسعار ما ترتفعش، الفلوس بقى تجيب الحكومه تجيبها منين؟ مسؤوليه الحكومه تجيبها من القطاع الخاص تستدين تجيبها من بره منها حياه حره. يعني هنا تفاصيل مهمه. اولا وجود القطاع الخاص مهم، تشجيع القطاع الخاص مهم ايضا، لكن المهم هو كيف سوف يعمل القطاع الخاص، هل ديت المواطنين لديهم او المواطن لديهم مخاوف من ان ده يبقى بدايه لان الدوله ترفع يدها عن هذه الخدمات؟ اطلاقا اطلاقا. ما ده كلام دلوقتي بيتقال يا دكتور، هقول لحضرتك هضرب حق مثال، ما هي القانون اهو هات كمان يقول يا دكتور بعد اذن حضرتك يعني خلي رحابه صدرك ان بما اننا بنتكلم على حوار مجتمعي، الحوار المجتمعي كله هيبقى فيه تحفظ وهيبقى فيه اعتراض وهيبقى فيه رفض وهيبقى فيه مصلحه الحكومه هتسمع
ده مش ده من مصلحتنا احنا. هل يعني موضوع النقل ده مش من البنية الأساسية؟